مثل ما بدينا صباحنا اليوم نرمين بالحديث عن الطاقة، أيضا فقرتنا لليوم عن الطاقة. يقال يمتلك العظماء قوة الإرادة، أما الضعفاء فلا يملكون إلا الأماني. كلمات بتلخص حجم الإمكانيات الكبيرة للفرد. اليوم خلال شهر رمضان الكريم رح يتغير نظام الأفراد وتتغير أوقات الفراغ بين ساعات الصوم والإفطار ولغاية السحور. للحديث أكثر عن استثمار الوقت والطاقات خلال الشهر الفضيل أكيد بيسرنا نستضيف خبيرة الطاقة ضيفتنا الدائمة غالية البغدادي. يسعد صباحك غالية. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك غالية وأهلا وسهلا فيك. يسعد لي صباحك. يعني خلال شهر رمضان الكريم وهلأ بزمن معين زمن الكورونا كتير في وقت وساعات بتكون عند الأشخاص بنسميها ساعات فراغ، خلينا نحكي كيف ممكن ندير المهام اليومية بفعالية. تمام. هلا اكيد كل انسان عنده مهام مثل العاده، يعني اي حدا ان كانت ست برا البيت او جوا البيت اجباري عنده مهام، والاشخاص نفس الشيء يعني، فاي حدا عنده مهامات لازم يقضيها وقت النهار. هلا نحن كيف بدنا نرتب هذا النهار اللي عندنا حتى ما نحس كثير بالتعب بايام الصوم؟ هلا على طول الفتره الصباحيه هي نحن اللي لازم نقضي فيها اكثر شغلات اللي بنحس فيها انه هي ممكن تجهدنا او فيها تعب، يعني ان كان مثلا مجهود حتى فكري، يعني مثلا محاسبه او هالقصص او حتى نفسي او حتى عملي، يعني ساعات الصباح الاولى بيكون الانسان كثير في عنده نشاط، يعني لسه طاقته جدا عاليه. ليه؟ بفتره الصوم يعني لسه بيكون فتره السحور، لسه عم تعطي شوي مثلا شربان مي اكل كذا، فهذا الشيء كله بيعطيه طاقه، بيمد له طاقه ببدايه النهار. يعني فينا نقول مثلا من الصبح من الساعه مثلا 7 للساعه مثلا 2 3 هو عنده طاقه كثير كثير حلوه، او حتى قبل. يعني في اشخاص بتحسي بتختلف هي القصه على حسب كل شخص وشخص، في اشخاص هن بنيتهم ضعيفه من الاساس بالايام العاديه، ما فينهم يبذلوا كثير مجهود او صح. يتعبوا حالهم زياده بتحسي فورا بيتعبوا، فهي بتتراوح كمان المده الزمنيه بين كل شخص وشخص. هلا عندنا بعدين الشيء الثاني، عندنا لازم نعمل يكون في بريك بسيط، مو بالضروره انه ننام، يعني مو بالضرورة أنا لما أقول بريك أنه نام، لا ممكن أنا ريح بس شوي. نعم. ريح هو التفكير الشيء الذهني هو اللي بيريحها فكرة أكثر من الشيء الجسدي، يعني هي الناس اللي غايبة عنهم، يعني يمكن أنا أكون نايم طول النهار بس ماني مرتاح هي الراحة، ليه؟ لأنه بالي مشغول. أما أنا لما ريح شيء ذهني فهون أنا بتحسي حالك أنك أنت عطيتي وقت أكبر، لدرجة أنه نحن لما منكون جدا مرتاحين نفسيا بتحسي حالك عم تعطي دبل، وقد ما عم تشتغلي مع أنه بتكوني مالك نايمة وسهرانة وفايقة بكير وما بتحسي بهذا التعب، لأن هي راحة البال هي أكثر شيء بتأثر على صحتنا إن كان نفسيا أو حتى جسديا، فكتير بدنا ننتبه لهذا الموضوع. حتى يمكن غالي إذا تكلفنا بمهام إضافية بنستقبلها برحابة صدر أكثر لما أكيد طبعا. فبشان هيك أنا على طول بقول الراحة النفسية، يعني بأي مكان بدك تكوني موجودة فيه بدك تكوني خالقة لحالك جو من الراحة النفسية، لو كانوا الأشخاص اللي حواليك مزعجين فيكي يعني قدر الإمكان أنك تعملي بريك لحالك، قدر الإمكان تخلقي هذا الشيء اللي قدر الإمكان أنك أنت تعملي الشيء اللي أنت بتحبي حتى ما تحسي حالك أنك أنت مضغوطة، لأن أنت لما بتكوني قاعدة بمكان جدا مضغوطة بتوصلي لمرحلة من التعب خلص، يعني ما عاد فيكي، يا بدك تتركي الأشخاص يا بدك تبعدي تاخدي فترة، فخلص ما عاد تزبط. فنحن لازم على طول ننسق هالأمور حتى نكون كتير مرتاحين. بنيجي بقى للنص منتصف النهار، هذا الوقت يلي نحن مثل ما حكيت بنعمل بريك شوي، بنريح نفسية. إذا كنا عنا توتر مثلا من أمور صارت بالصبح فينا نعمل التنفس الطاقي اللي أنا على طول بحكي عنه، يلي هو بناخد شهيق لحتى ينتفخ البطن. وكيف بنعرف انه انتفخ البطن؟ هيك على مهلنا، يعني بناخذك لنحس انه البطن بالفعل انتفخ، بنحبس النفس شوي بعدين بنطلع الزفير. هذا التنفس الطاقي بنعمله 7 مرات، انت مجرد ما عملتي انت ريحتي فرغتي السلبي ورجعتي شحنتي قدر المستطاع من الطاقة اللي انت صرفتيها. بنيجي بقى لوقت اخر الفطور او قبل الفطور بشوي، هذا الوقت اللي بيكون بالفعل الشخص واصل لتعب، يعني خلص انه انا تعبان ما عاد، يعني في اشخاص خلص عاد تحكوا معي انا وصلان لمرحلة انه نهائي بقى لا تناقشوني نهائي ولا تحاكوني باي شيء. هلا هذا الموضوع بالذات حصرا هو يعني كمان بين اشخاص واشخاص، يعني في اشخاص عندهم المبالغه
بالشيء زياده عن اللزوم يلي لدرجه بكرهوكي باي شيء انت عم تعملي. يعني بيصيروا انه زياده مثلا ببلش عندهم، يعني كثير بنسمع من السيدات تقول لك عندي كل نهاركم وهي الساعه اللي قبل الافطار هي كثير صعبه بحسها مثلا من زوجي او من اولادي، طب ليش نحن مثلا ما تكون هي الساعه هي الساعه المباركه اللي انا اعتزل شوي حالي لما انا بحس حالي اني انا شخص نقى وبلشت تطلع معي هي القصص السلبيه، انا بفضل انه اعتزل اقعد لحالي شوي ارجع بافكاري شوي فكر بطريقه ايجابيه او ادعي شوي، يعني ارجع لرب العالمين ادعي شوي شوف انا شو بدي اعمل انا فكر بحالي شوي احسن ما اكون انا مصدر ازعاج للاشخاص يلي معي لحتى انا اكون نازع لهم مثل ما بيقولوا كل نهارهم. يعني نعم غالية خلينا نحكي خلال ساعات الصيام حكينا كيف نحن ممكن نستثمر وقتنا بفعالية، ولكن بدنا نركز على بعد الإفطار. يمكن الشخص بيكون وصل لآخرة اليوم جسمه تعبان شوي شو بس في وقت، في عنده وقت منيح ليسوي بعض المهام، كيف ممكن ينظم وقته أكثر بعد الإفطار؟ تماما. هلأ مرحلة بعد الإفطار إلى ارتباط كتير قوي بالإفطار نفسه. يعني أنت كيف فطرتي حتلاقي بعد الإفطار صحيح. عندك إن كان مريح أو متعب. لما بتكوني أنت مشكلة أكثر من نوع وآكلة أكثر من نوع حيكون بعد الإفطار عندك وآكلة أكثر من طاقتك حيكون بعد الإفطار عندك جدا متعب. وأول شغلة حتحسي فيها هو النوم. فورا لان بيصير تنزل طاقتك فبيصير عندك خمول عالي صحيح. فبتصيري بس بدك تنامي، وهي اكبر غلطه بيعملها الصائم، يعني وكانه ما استفاد من الصيام ومن الشيء اللي عم بيعمله الجسم لحتى يخرج كل شيء سلبي موجود. انا بدي انتبه كثير لفتره الافطار، بدي انتبه انا شو عم دخل لجسمي، هل انا عم دخل شغلات بتعطيني طاقه بتحسسني بالنشاط او انا عم بتعب جسمي اكثر؟ اللي هو اني انا ما لازم اكل فوق طاقتي، يعني لازم نوع، لانه التنويع بالاكل هو اللي بيعمل لك هي اللخبطه بالامعاء، فانت بتصيري خلص يعني توترتي ما عاد فيكي انت تركزي او ما عاد فيكي انت ما عاد عندك طاقه، يعني لدرجه انك انت في كثير اشخاص انا بلاقيهم انه الاكل ما عاد فيهم يشيلوا انه خلص صحيح. انا بتركوا ساعتين وساعه ليقدروا تماما. فنحن يعني نحن وين رايحين بهي القصه؟ نحن عم نعمل صدقيني عم نعمل خمول عام لجسمنا، عم نعمل تعب كامل لجسمه، وهي شغله كتير كتير صعبة. فأنا بدي انتبه من هذا الموضوع جدا، بدي انتبه أنا كيف عم زبط افطوري لحتى أنا يعطيني طاقة كتير قوية لبعدين، لأنه بالفعل أنت لما بتركزي هذا الموضوع بتحسي حالك بيمرق بتفطري وهيك، وبيمرق الفطور وفترة الفطور وبعد الفطور بطريقة كتير حلوة بتكوني كتير مبسوطة. الشغلة الثانية، نحن فطرنا وانبسطنا وكله تمام، عندنا مشكلة تانية اللي هي كمان بتحسي طاقتك كمان بتنزلها، اللي هي فورا منشيل الفطور بنرجع شو منحط الحلو. في شغلة هون نحن بدنا نعرفها، انه الامعاء بحاجة تهضم وعمهلها، لان هي طول النهار ما فيها الهضم، فهي بحاجة كتير انه تهضم وعمهلها. انا ما فيني فورا ندخل الحلو، لان بنرجع لنفس القصة كمان بيصير عنا خمول، بيصير عنا تلبك معوي، تخمر بالمعدة، فكمان هذا الشيء بينزل الطاقة وبيعمل لك تعب وما عاد فيكي ترتاحي نهائي، فبدنا ننتبه لهذا الموضوع. تمام. كمان غالية خلينا نحكي مو بس ساعات الإفطار، خلينا نحكي بعد السحور أشخاص بيفيقوا بيتسحروا، ولكن في من أشخاص ما بيقدروا يرجعوا يناموا، بهذا الوقت شو ممكن يسووا أو كيف ممكن يستثمروا وقتهم صح؟ تماما. هلأ نحن في عنا وقت كافي يعني بين الإفطار والسحور، يعني أنا فيني كتير أعمل شغلات استفيد منها، فيني كتير أعمل شغلات كون أنا مبسوطة فيها. مثلا هلأ بفترة أنه نحن بحجر حتى، يعني أنا فيني استفيد بهذا الوقت مع عائلتي مثلا، أنه نقعد مثلا ننبسط نتفرج على مسلسل حلو مع فنجان قهوة، نعمل هالقصص اللي نحن بالفعل بننبسط فيها. فترة بعد السحور أنا بحبها تكون هاي الفترة فترة بالفعل روحانية، يعني أنا أقعد فكر بأموري، إذا كنت أنا عندي شيء ماني متصالحة فيه مع حالي أرجع عيد النظر وحاول حتى أول شغلة أني أنا أكون متصالحة مع حالي، لأنه أنت إذا كنت عندك هذا التخبط بحالك صدقيني ما فيك حتى تصومي ما فيك تعملي شيء. أول شغلة أنا أكون أعطي السلام والتوازن لحالي، وأقول هالكلمة أنه السلام التوازن الداخلي، أعطي هذا السلام لإلي حتى أقدر أعطي الناس اللي حوالي. الشغلة الثانية أنه أنا يكون عندي بالفعل طاقة تمدني، يعني هي بالصلاة بالهيك الأذكار اللي هي بالفعل بتمدنا بالشيء الروحاني وبتمدنا بالطاقة الإيجابية.
نعم. كمان غالية خلينا نحكي اليوم بموضوع استثمار الوقت عند الكبار. الكبار يمكن ما عندهم هاي المهام اللي كتير ممكن يسووها أو يشتغلوا كتير، دائما الكبار من ريحهم قد ما فينا. شو ممكن يسووا نشاطات معينة ممكن تجدد طاقتهم خصوصا بشهر رمضان الكريم؟ تماما. هلا أكثر الكبار منلاقيهم إنه هن يعني بياخذوا هذا البريك يمكن عن الطبخ أو هالقصص، بيلتجئوا للأمور الدينية مثلا الصلاة قراءة القرآن، بتحسون انه كثير قاعدين. بس انا في شغله بدي اقولها، انه نحن بدنا ننتبه لهذا الموضوع كثير. الكبير لما بيقعد اكثر من ساعتين او حتى ساعه بيصير عنده تيبس بالمفاصل، وهي مشكله كثير كبيره. يعني نحن لازم اهم شغله انه انا اعرف كيف بدي رتب اموري. يعني الكبير قد ما كان لازم انا اقول له انه لا، مثلا نبهها انه ماما صار لك ساعه قاعده، لازم تقومي تمشي وترجعي تعدي. لو مشي عادي ما ضروري انه انا خليها تبذل مجهود، لانه هذا الشيء بيرجع بيشحلها وبيعطيها طاقة. أما أنا لما بدها تضل قاعدة ساعتين وثلاثة، لو هي عم تقرأ قرآن أو عم بتصلي أو هالقصص، لازم تقوم. لما بتقعد هاي الفترة الطويلة، هذا كله بيعمل لها طاقة سلبية وبيعمل لها تعب، بتحس حالة أنه لدرجة أحيانا في ناس بتحسي بتنعس. يعني كثير منلاقي مثلا ستاتنا أحيانا حاملين مثلا عم يقرأ قرآن أو شيء، بتلاقيها نامت تماما، غفيوا. طب ليش هذا الشيء؟ لأنه هي الطاقة بتصير عندهم ساكنة تماما، خلص يعني ما عاد يقدروا. فهذا الشيء بالفعل متعب لأنه، فبدنا ننتبه له أنه هي وقت تقعد لازم كل نص ساعة تقوم تمشي حتى تحرك الدم عندها وتحرك ترجع الطاقة، ما يصير عندها هذا الخمول، لأنه الخمول بيمشي بقى لقدام. مجرد ما قعدت يعني بالذات الكبير بتحسي القعدة عنده كتير صعبة، خلص قعد ما عاد صعب كتير إنه يقوم. غالية دائما هيك بشهر رمضان المبارك بنعرف في ساعات طويلة للصيام، ولكن الإنسان لحاله هيك من جواته بيمنح لحاله هيك شوية الطمأنينة والسلام، خاصة بأجواء يعني الروحانية اللي بيعيشها. ولكن في أشخاص شوي هيك بتعصب، كيف فيه الإنسان هيك شوية مالك نفسه وخاصة يعطي حاله هيك طاقة واللي حواليه بالبيت؟ شغله النكدي باي شهر عن جد هو لحاله نكدي، يعني ما له علاقه بشهر رمضان عن جد، لانه في اشخاص هن بالايام العاديه على طول هن هيك، يعني على طول عندهم انه يا الله وانه كذا، فحتى فتره الصيام بتكون عندهم نفس الشيء صعبه، فبيضلوا بتزيد عندهم الحاله. هو هذا طبع عند الشخص، يعني هو بيفكر انه هي شغله منيحه وبتزيد عنده انه هلا الصيام يعني انا لازم زيد هالقصه، وكل ما له بقى بتكتر. هلا بغض النظر انه في اشخاص مثلا المدخنين بيقولوا لك انه نحن مثلا بنخرم على السيجاره او على حاجه النيكوتين. تماما. هلا انا بدي اعرف شغله، انه انا الاراده عندي، مجرد ما انا قدرت وقف عن التدخين لكل هالفتره، معناتها هي شغله اراده، والاراده موجوده عندي. معناتها انت فيك تقطعي الدخان او فيك تقطعي الدخان باي مراحل، يعني باي مرحله انت فيك تقطع، ما بالضروره انه انت هذا، لان انت قدرت تضبط حالك بهالساعات الطويله بدون دخان. فنحن عندنا المشكله انه نحن طبعنا هيك، يعني انا بفكر انه بمشي بالقصه وبقول انه انا ما فيني، او بعملها شغله انه لا انا مدمن ما فيني على الدخان، يعني ما فيني وقفه، وهو لا ما له علاقه. انت مجرد ما وقفته بفتره الصيام انت قادر 100% انك توقفه، بس هو الشغله وين؟ الشغله انه هو طبعك بس، وانت من داخلك ما عندك اراده تبطل هذا الشيء، بغض النظر يعني عن انه التدخين. في كثير قصص مثلا بالحياه نحن ليش فينا برمضان مثلا نضبطها، ان كان مثلا حتى قصه التعصيب، مثلا في ناس بتكون معصبه على طول وكذا، بفتره رمضان فينهم يضبطوا هذا الشيء، فينهم يضبطوا كثير قصص عندهم. فهي ما لها علاقه نهائي، هي شغله طبع عنا، ونحن يمكن بنشتغل عليه او بنحاول نحركه برمضان. ممكن هو نوع من لفت النظر، انا هيك بحس، يعني انه حتى يكون للشخص عنده اهتمام زياده. يعني مثلا الرجل احيانا بالبيت ليه مشان تضل انه لا تحكوا هلا ابوكم بيعصب، انه لا تعملوا هلا، عرفتي كيف؟ فانا هيك بحس انه بس لحتى يكون في اهتمام بهذا الشهر زياده يعني على عند الشخص. صحيح. نعم. خلينا كمان نحكي غالية، في شيء كنا نسمعه من وقت ما كنا صغار انه شهر رمضان هو فرصة لتهذيب النفس، خلينا نحكي شو نقصد بهي العبارة؟ تماما. هلا هي تهذيب النفس نحن بنقصد فيها الشيء الروحاني اول شغلة، والشيء الثاني انه هي كيف انا اقدر اتأقلم مع الجوع، مع العطش، حتى مع ضبط النفس، اللسان مثلا انه ما يكون مثل ما حكيت قبل شوي انه العصبية، هالقصص، طريقة حكي مع الناس. فهي
بالفعل بتدربنا على كثير قصص. ليش انا قلت لك انه هي شغله طبع عند الانسان؟ انت ضبطت حالك بهذا الشهر، ليش بعد ما يخلص هذا الشهر بترجع مثل قبل؟ او حتى في اشخاص بتحسي رجعوا أسوأ، يعني كانه انضبطوا هذا الشهر، انا ولي ما عاد فيني بقى، خلاص رمضان انا بدي طالع زياده عندي. فنحن لا قادرين انه نعمل هذا الشيء. هلا هذا الشهر بالذات، شهر رمضان المبارك، انا قد ما فيني اغتنم الفرصه فيه، الشيء الروحاني اللي فيه، الشيء النوراني اللي فيه، لانه هو بيكون في طاقه روحانيه نورانيه كثير قويه، خصوصي بفتره الصباح وبيجي بعدها فتره الوقت الافطار المغرب. يعني انا بدي انتبه لهذا الوقت كثير، لانه هو وقت كثير روحاني يعني. وقدر المستطاع انا حاول بهذا الشهر انا اعلم اطفالي المبادرات الخيريه، الشيء الانساني، مساعده الخير، يحسوا معي بهذا الشيء. ونحن فتره الصيام بالذات نحن لازم نحكي عنها للاولاد. يعني في كثير اطفال الام تقول لك خلص صغير انا ما بدي مثلا، لا انت لو ما بدك تصومي بس انت احكي له عن هي الفضائل، احكي له عن فوائد الصيام، احكي له انا شو فيني اعمل خير بهي الفتره، مثلا شو فيني مثلا ساعد جيراني. صحيح. اعمل شغلات او مبادرات خيريه. يعني غاليه مع هال يعني هالنصائح فينا نعتبرها ايضا، والرسائل اللي احنا عم نوصلها للجمعين اللي عم يتابعنا، وخاصه بمثل ما حكيت نرمين بتهذيب النفس وضبط النفس تجاه الاخر. يعني اللي فينا مكفينا، ما كل واحد لازم يعني يضبط نفسه، يعني ما حدا متحمل الثاني قدر الامكان. خلينا نقول انه خلي هذا الشهر شهر الراحه النفسيه الطمانينه، ان شاء الله يا رب عليك وعلى عائلتك. بدنا نتشكر كثير بوجودك معنا لليوم، بدنا نتشكر هذه الطاقه الايجابيه دائما بتمنحينا اياها، وايضا للمشاهدين اهلا وسهلا فيكي حبيبتي. تسلمي. شكرا لك غاليه ولكل الطاقه الحلوه اللي دائما بتمنحينا اياها. تسلمي.